بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن تفاصيل خاصة بالكاش فلو and equivalence. لو جينا فكرنا أنواع الكاش فلو types of cash flow، ممكن يبقى single cash flow بمعنى خلال عمر المشروع في single cash flow في هذه السنة وآخر في هذه السنة وآخر في هذه السنة كأنها single cash flow diagram. في بعض الأحيان بيكون uniform series must be common، دي في الغالب بيكون مثلا في أقساط سنوية متساوية، تكلفة تشغيل مثلا أو إيرادات متساوية، يبقى ده بيسموه اليونيفورم، يعني دفعات متساوية سواء كانت في البوزيتيف أو في النيجاتيف. اللي عندي في لينير جريدينت سيريز بمعنى يعني في معدل تزايد أو معدل تناقص ثابت. أربعة، في جيومتريك جريدينت سيريز كأن الزيادة تتبع متولية هندسية. أو في irregular series بمعنى في معدلات مختلفة لكل سنة من السنوات بتختلف عن السنة الأخرى. لو جينا نتكلم عن تفصيلة للكاش فلو دايجرام، فتعالوا مع بعض ناخد بالنا من مجموعة من السيمبولز اللي عندي. دايما الP هنرمز ليها للpresent equivalent value، والF هنرمز لها بالرمز future equivalent value. يبقى الكومبوننت بروسيس اللي عندي في هذا الاتجاه، والديسكاونت بتكون في الاتجاه الاخر. Uneven payment series معناه find the present worth of any uneven stream of payment by calculation the present value of each alternative payment and summing the results. ده معنى ايه؟ لو انا عندي خلال عمر المشروع في تدفقات نقدية بالبوزيتيف وفي تدفقات نقدية بالنيجاتيف، انا لو انا عاوز الم الهيصة دي كلها عند ان بيساوي صفر، معناها بجيب القيمة present اللي عندي اسميها الـ present value. present value او بنطلق عليها P او present value. واذا كانت الـ value دي worth او cost بنحددها هل هي قيمة positive present worth او فيها cost present cost اللي عندي. يعني ايضا زي ما قلنا هنا هوت في P not في B1 في B2 and B3 and so on، هذه التدفقات المختلفة علشان انا اعبر عنها تعبيرا دقيقا، يا اما اجيبها في البريزنت يا اما اجيبها في الفيوتشر، وهنتكلم في الكلام ده تفصيليا بعد ذلك. الانيوتي او الانيوال ايكوال بايمنت سيريز ده عباره عن كونستانت ديبوزيت سواء كوست او انكم او سحب. اكزامبل في الحياه العمليه زي الاوبريشن اند مينتيننس كوست، يبقى أداء المشروع اللي عندي وفي تكلفة سنوية عبارة عن تكلفة ثابتة متدفقة خلال العمر، وبالتالي عشان تبين ان دي تكلفة ثابتة ممكن تعمل خط منقط كده هوت يبين لك ان هذه الدفعات دفعات متساوية سواء كانت سنوية او شهرية او حسب البيريود اللي عندك. زي كده كمان الفيول كوست، تكلفة الوقود او رينت اور مورتيج بايمنت او التاكسز او الانشورس ان سو اون، في الغالب دي بتبقى دفعات متساوية سواء في البوزيتيف او في النيجاتيف اللي عندي. طبعا البروبلم بيرسبكتيفز، بيفور سولفينج اني بروبلم وان ماست ديسايد ابن ذا بيرسبكتيف اوف ذا بروبلم موست بروبلم ويل بريزنت تو بيرسبكتيف اسيوم ابورينج سيتويشنز. فور اكزامبل perspective number 1 from the lender view مثلا، perspective 2 from the borrow view، impact upon saying conventions حسب التدفق اللي عندي الكلام. لو انا عندي مثلا assume في $5,000 is borrowed and payment are 1,000 per year، draw the cash flow diagram for this. عاوزين نرسم كاش فلو دايجرام لواحد عمل قرض عبارة عن 5,000 وسدده بهذه الطريقة دفعات سنوية لمدة عدد من السنوات اللي عندي. Draw the cash flow diagram
for this first whose perspective will be used. Lenders or borrowers problem will infer or you must decide. تعال نشوف بس بالتفصيل اللي بيحصل. From the lender أنا عندي بدفع اللي عندي عبارة عن 1100 كل سنة دولار بوزيتيف. يبقى أنا عندي بستعير 5000 دولار وبدفع في السنة الأولى 1100 1100 1100 1100 1100 حسب التدفق اللي عندي. بعمل خط نقط كده بهذه الطريقة علشان يبين إن هذه الدفعة equal دفعات متساوية عندي. From the lender perspectives يبقى كأن 5000 دول ما هماش نيجاتيف، كأن هو بالنسبة لي بوزيتيف، وبعدين السداد بيكون بهذا الشكل اللي عندي. يبقى ايه دي بوزيتيف وايه نيجاتيف؟ المهم يبقى ايكويفالنت، وهندرس الكلام ده بالتفصيل بعد كده. اهوت اكزامبل يو ترافل ات مثلا 68 ميل بير اور ايكويفالنت 110 كيلومتر بير اور. هل ده ايكويفالنت للكلام ده؟ يبقى 68 ميل بير اور از ايكويفالنت تو 110 كيلو بير اور، عشان انت التحويل بتاعك ده يساوي ده لما تحول الميل الى كيلومتر والكلام ده. يبقى معنى كده اقدر اقول طب الفلوس ده مسافات، طب الفلوس تبقى ايكويفالنت ازاي؟ تبقى ايكويفالنت في حاله لما يتساوي مع ادخال سعر الفايده اللي عنده يوزنج تو ميجر سكيلز اللي عنده. المايل والكيلومتر هنا بالنسبة لي بحول المايل إلى كيلومتر أو العكس عشان أقول ده يكافئ ده. علشان أنا أحط مبدأ الإيكوفالنس في الكاش فلو ديجرام أو في الفلوس في common time basis. نمرة واحد equivalent cash flow are equivalent at any common point in time. ما ينفعش تقارن مشروع مثلا في السنة 0 ومشروع في السنة 3، لازم تجيبهم كلهم في نقطة واحدة. بمعنى يا إما تقارن المشاريع كلها عند n بيساوي صفر أو عند n بيساوي 3 أو عند n بيساوي f في الفيوتشر and so on. Use the present time يساوي ال present worth اللي عندي. Use some future point in time اللي هي ال future worth. Equivalence depend on interest rate. سعر الفايدة، هنتكلم عن سعر الفايدة اللي عندي اللي هو عبارة عن الزيادة اللي بتزيد على الأصل اللي عندي. هنتكلم عن نوعين من الفايدة، في السيمبل وفي الكومباوند. السيمبل انترست والكومباوند انترست هنتكلم فيهم حالا ان شاء الله. Change the interest rate destroyed equivalence. لا، سعر الفايدة بيكون ثابت على مدار عمر المشروع اللي هو هنعمل له دراسة حاليا. Equivalence principle requires conversions of multiple payment cash flow to a single cash flow. ازاي نحول الكلام ده؟ Equivalence in maintained regardless of the point view. تعالوا نشوف example. Different sum of money at different time may be equal in economic value at a given rate. انا النهاردة بحط $100. $100 لو اخد سعر فايدة 10% يبقى بعد مرور عام هيكافئ $110. واحد يجي اسأله سؤال، مين الافضل، $100 الان ولا $110 بعد سنة؟ في الحالة ديت اقدر اقول انهم متكافئين. ما اقدرش اقول $110 بعد سنة افضل من المية الان، لان هما equivalence في هذه الحالة. لان ما تشتريه المية الان ستشتريه $110 نفس الكمية بعد سنة لزيادة الأرباح اللي عندي 10% أو حصل inflation 10% وهكذا. يبقى المية now is economically equivalent to $110 one year from now. If the $100 or $100 is invested at a rate of 10% per year، لو تم استثمار المية خلال سنة هتبقى $110. يبقى في الحالة ديت هما equivalent، ما فيش حد أحسن من التاني. يبقى economic equivalence two sum of money at two different point in time can be made economic equivalence. F واحد we consider an interest rate no of time period between the two sum.
يبقى equality in terms of economic value اللي عندي. لو أنا النهاردة عند time zero حطيت $20,000 received her، طيب بعد one year بقى 21,800 أخدهم، هل الاثنين مساويين حسب سعر الفايدة اللي عندي؟ يبقى الـ20,000 now is economic equivalent 21,800 بعد سنة في حالة لو كان سعر الفايدة 9% per year. يبقى أنا لما أحب أجيب الفايدة بتاعتي هقول والله الـ20,000 اللي عندي في 9 على 100 يطلع الزيادة اللي عندي عن الـ20,000 اللي هو الـ1,800. يبقى كأن المبلغ المستحق اللي عندي الـ20,000 زائد الـ1,800 يطلع 21,800. يبقى كأن الـ21,800 equivalent للـ20,000 لأنه تم استثمارهم بما يعادل 9% في السنة. يبقى أيضا الـ20,000 now is equal to magnitude of 21,800 بعد year. والـ20,000 is commonly equivalent مكافأة للـ21 لأن تم استثمارها بنسبة 9% per year الـ عند. Another way to put it is, if you were told that the interest عبارة عن 9%, which is worth more؟ أسألك الـ20,000 now ولا الـ21,800 after one year؟ The two sum are economic equivalents. الاثنين بيكافئوا بعض لأن الاستثمار اللي عندي تم بسعر فايدة 9%. هي دي مفهوم الإكوافالنس. يبقى to have economic equivalence you must specify time of the cash flow and interest rate سعر فايدة و number of interest period اللي عندي. وأشكركم شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله.